السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اول حاجه كنبغي نشكركم بزاف على التعاليق، لي لايك اللي كتخليو لينا، و بغيت نقول واحد الكلمه. صراحه ما عرفتش منين غنبدا هذا الموضوع، ولكن اثر دوك الاحداث اللي طراو في طوكيو وفي سوريا، يعني تنتاسف بزاف على دوك الناس مساكن، الناس اللي ماتوا الله يرحمهم، والناس اللي جرحى و يعني انجرد باقين في السبيطارات، الله يشافيهم والله يشوف من حالهم. هذا واحد حدث صراحة اللي علمنا واحد درس بأن الدنيا فايتة وكل شيء بيد الله. يعني فالتانية أو لا غل من تانية، سبحان الله ربي يقدر يغير الدنيا كلها سفها على علاها. ماشي بالضرورة اللي مريض هو اللي غيموت، أو لا اللي صحيح هو اللي غيبقى صحيح ديما. كيف شفتوا الناس ماتوا ما كان بهم والو، ما مرض ما شي حاجه. اذا الواحد كيطلب السلامه وتيقول الحمد لله على كل شيء، والله يلطف بينا والله يشوف من حالنا ومن حال دوك الناس. هذا الشيء اللي بغيت نقول، و صراحه ما عارفش ما نقول، حيت حاولت ما نشوفش هذوك الفيديوهات بزاف، ما بغيتش نتاثر اكثر من القياس، لان داك الشيء كيدار في الخاطر وكيدار في القلب، وانا تنحاول ما نسترساش ومن يعني ما نشوف شي حاجه اللي غتبقى تضرني ونبقى نفكر فيها. ولكن كان ضروري خصني ندوي على هادشي، لانه كي قلت لكم درس، ودرس مهم بزاف. الواحد ما خصوش يبقى يشوف غير الدنيا وقدام رجليه، يشوف بعيد، يدير الاخره ديالو. اما الدنيا غير دايزه، تقدر اليوم تكون بخير وغدا ما تصبحش، الله يحفظ. وتقدر تكون مريض وما عرفت شنو بيك، وواحد النهار غتصح وغتوقف على رجليك. كلشي بيد الله والحمد لله. هادشي اللي كاين اليوم، جيناكم بواحد فيديو جديد، وما حد ماما معايا، كنحاول ندير لكم هكا بعض الوصفات، لاني صراحه ما تنقدرش نطيب، باقي ما تنقدرش نحرك يدي 100% كيف كنت. الحمد لله. والطبيب قال لي ما تحركيهاش بزاف، ما تهزيش بها، لان مع دوك الاشعه غادي يرشيو لي شويه العضلات، يعني ما خصنيش نفورسي يدي حيت نقدر نتهرس ولا نقدر نتفدع. الله يحفظ. يعني حنا كلشي بيد الله، ولكن الواحد كيدير اللي عليه، والاطباء تيقولوا داكشي اللي عارفين واللي يعني اللي قراو واللي تعلموه باغي اكسبيريونس، وحنا تنحاولوا نطبقوا داكشي اللي كيقول الطبيب. اذا كيف قلت لكم حدا معايا، كنحاول نشارك معكم بعض الوصفات المغربيه. ماشي ما كنديروش داكشي يعني على ود لي فيديو، مي داكشي اللي كنشارك معكم راه هو اللي تنديرو شاك فوق، يعني ما تنزيدش شي حاجه عليه. وهذا الشيء اللي كاين، بقاو معنا حتى لاخر لا فيديو باش تشوفوا شنو غادي نصاوبوا اليوم في الكوزينه. كيف قلنا لكم، ان شاء الله الطاجين ديالنا ديال الحوت هو الوجبه ديال اليوم، وغادي نشارك معكم دابا المقادير. كيف شفتوا الوالده ديجا بدات بالتنقيه ديال البصله، راه تبارك الله الطاجين ديال الحوت راه معروف، يعني تبارك الله راه الناس كيعرفوا يصوبوا، غير حنا غنشاركوا معكم الطاجين ديالنا كيفاش كيكون. وصراحه انا تعجبني، تيجي بنين وزوين. هنا كيف كتشوفوا الخضيره، عندنا مطيشه، فلفله، خيس، بصيله، عندنا فلفله حاره، عندنا بطاطا عاديه وبطاطات، حيت انا كتعجبني بطاطا في الطاجين، وكاينه البصيله والثومه والربيع وحامضه، والسردين ديالنا ها هو. ودابا بقاو معنا باش تشوفوا طريقه التحضير ديال الطاجين ديال السردين كواري. هنا كيف كتشوفوا غنذوب الثومه وبالبصله كما العادة، أي طاجين راه تنبداو بالبصلة والثومة، عاد غندوزو للخضرة الأخرى. هاد الطاجين ديال الكفتة السردين كيعجبني بزاف، وهنايا راه أول مرة غناكلو من بعد تقريبا واحد 5 شهور ديال القطيعة، لأنه كيف ما كنتو عارفين كنت نتبع واحد الغيجيم شوية ستريكت، ولكن الحمد لله دابا ما قدرش نبقى غادا على داك السيستم، لأنه هاد الدواء اللي كناخد دابا خصو الجهد و خصو السفل، وما يمكنش نبقى انا قاطعه الماكله، دونك ضروري خصني ناكل مزيان. هو رجعت كناكل، ولكن تناكل داكشي صحي، ما تناكلش اللحم، ما تناكلش الدجاج،
ما تناكلش المعلبات، ما تناكلش الزيت، ما تناكلش الحليب، ما تناكلش دانون، ما تناكلش الفرماج. المهم قويت عليك وفي ما كناكلش ما كناكلش، ولكن انا غير بغيت نقول لكم شنو كاين. دونك دابا تناكل طواجن، خبز بالخميره البلديه، مشروب اعشاب كيف ما كنت قلت لكم ديجا، وهادشي اللي كاين، حساء شعير، سميده بلديه. المهم داكشي اللي 100% طبيعي وبلدي، وكنحاول ناخد مره تميرات شريحه ما كنكترش منهم بزاف، وخا سكر طبيعي. غير كي قلت لكم على وديت الدواء، لان الدواء تيبغي الجسم يكون واقف على الصح، المناعه خاصها تكون طالعه، وديجا داك الدواء كيهبط المناعه الحمد لله، ولكن ضروري من الماكله الصحيه، ضروري من يعني نكون واقفه على الصح. المهم هانتوما كتشوفوا معنا دابا التحضيرات ديال الطاجين ديال السردين ديال الكفته، بقاو معنا حتى الاخر باش تشوفوا الطويجين ديالنا كيفاش غيكون. كيف ما شفتوا درنا زويتات العود كالعاده، في اي طاجين تيبغي زويتات العود درنا مليحه، غنديروا شويه الكبار. كيف ما كنقول لكم ديما، الناس اللي ما عندهمش الكبار يقدروا يعوضوه بالابزار، انا ممنوع عليا الابزار، داكشي علاش كندير الكبار. شويه ديال التحميره اولا الفلفل الاحمر حلو، من بعد غنزيدوا شويه ديال الخرقوم اولا الكركم، وغنزيدو شويه ديال القزبر مطحون يابس. قزبر مطحون رائع بالنسبه للطواجن، كيزيد واحد البنه خطيره. الناس اللي ما كيديروش الطواجن حاولوا شي مره ديروه، وردوا عليا الخبر في التعاليق كيجاكم الطاجين من بعد ما ضفتوا ليه القزبر يابس. من تما غندوزو غنقطعوا الخضره اللي باقا لينا، اللي هي الفنيفله والخيزو وبطاطا، باش نضيفوهم على الطاجين ديالنا ونخليوه يطيب على خاطر خاطرو. الطاجين ديالنا بغيتو زيت يتشرب داك الماء؟ لا غير تنزل شوية سميتو، نزل شوية سميتو هداك البصل، نزيدو بطاطا، نزيدو الخضرة الأخرين، سميتو بطاطا وكل. دابا غندوزو للسردين. كيف ما كتشوفو ماما ديجا نقاتو وغسلاتو مزيان، غديرو في الهشوار. والسر ديال الكفته السردين ديالنا انه تتزيد عليه بصيله وتويمه وكطحنو مع السردين. صراحه انا كندير حتى العطريه في الهشوار وكنطحن كلشي دقه واحده، ولكن الطريقه ديال ماما مغايره، يعني كطحن السردين بوحدو مع بصيله والثومه، وحتى كيتطحن عاد كتزيد عليه العطريه وغتزيد عليه واحد المكون اخر. بقاو معايا في الفيديو باش تشوفوا. كنضيف الرز، من بعد الملحه،
الكبار بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الكبار يديروا البزار. فلفل احمر حلو. كمون. كزبر يابس. والثوم. ستيوارت. خرقوم. جلطة في هذاك العربي خلطوا راه تعرفوا هما تعرف هو خلط مجلط جيب الزربطه هي هذيك دابا تيمشيو ليه السميات ديال العربي لا تيطيحوا ليه شي سميات تيقول لهم صافي هي هذيك واش اه شويه شويه د الحامض حتى واحد النسمه كيف ما كتشوفوا هذا هو الطاجين ديالنا ملي طاب كيبان يا سلام نتمنى تجربوا هاد الوصفه ديال الطاجين بكويرات ديال السردين بالروز